خد البرتقاله دي. الله ليه؟ تجي لها كام سنتي البرتقاله دي يا كتكوت؟ قول 4 سنتي. حط البرتقاله فوق دماغك. خلاص انا في ايه؟ حط البرتقاله فوق دماغك ما تجريش كتير. خلاص اهي اهي. قلت لك كام سنتي يا رايك؟ 171 سنتي. يعني لو عايز اضرب البرتقاله دي في النص اضرب على ارتفاع كام من الارض؟ 171 و2 و173 سنتي. يعني 170؟ لا 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 170 كده تيجي في دماغك. يعني ما فرقتش دلوقتي على 3 سنتي؟ لا لا فرقت فرقت. يعني فرقت دلوقتي؟ امال جاي تشتكي ليه؟ بره يا كابتن. البرتقاله بصوا يا جماعه بجد كفايه اللي حصلنا في نفس الجو. عايزين نركز في اللي جاي بقى عشان ربنا يوفقنا. طب يا جدعان ما قدامي حد يشغل لنا حاجه هاديه عشان نعلي الاداء. عبد الحليم يا عم بيقول لك حاجه هاديه يعني شغل الست. الست الست 100 100 وفي اخر امتحان في سنه رابعه. بسم الله ده حرام يا جدعان. طب اعمل ايه ده؟ اعمل ايه؟ مفيش حد. بقولك يا ابني عماد 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 ايه يا ابني مالك خضتني عليك؟ انا تعبت يا هاشم تعبت. خلاص يا ابني هانت والله معلش استحمل. انت حاسس ان احنا ممكن نتخرج من الكليه دي؟ يا عم ان شاء الله هنتخرج.